توقعات شهر نيسان لكل مواليد برج الحوت، يلي شهر نيسان بالنسبة لهم هو شهر المصاري، هو شهر المكاسب المالية الكتيرة يلي عم توصلهم، هو شهر الهدايا، شهر العزايم. مع ذلك كل مواليد برج الحوت يحاولوا يضبطوا نفقاتهم، لأنه يمكن عندكم كتير مصاريف في هذا الشهر. فترة عم بتكون مناسبة لكل مواليد برج الحوت يلي مفكرين ينطلقوا بأي مشروع جديد. على الأغلب هاي الفترة رح بيكون المشروع ناجح جدا بالنسبة لكم، بالإضافة أنه يمكن تحققوا إيراد جديد مادي رح بتكون مفيد لكم.